راح تفوزون على الشرطه كابتن كريم؟ راح تفوزون لو لا؟ والله هي هاي كره القدم اللي يفوز نقول له مبروك. يعني هارد هاي كره القدم بالعكس. نتمنى يقدمون يعني كره تليق بسمعه الكره العراقيه اولا. تدري الفريقين يضمون اكثر لاعبين من المنتخب الوطني. دكتور عدي ان شاء الله اللي يفوز نقول له مبروك. دكتور عدي الشرطه حادين سنونكم مثل ما نقول وجايين من اسيا. نقطتين الاهم، نقطتين الاولى اهم شيء افتتاحيه تليق بالدوري العراقي واثنين هم الزوراء صار 9 سنوات ما غالبين هسه. لا الحكي ننتظر ديربي قوي معناته خصوصا باسم قاسم هوايه يبدو متخوف من هذا الموضوع لان صرح بعدم الجاهزيه كثيرا وما اعرف حسيته خايف الكابتن باسم. لا لا جاهزين بالعيون جاهزين جاهزين ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن كريم رزاق عضو الهيئه الاداريه نادي الزوراء ومشرف فريق كره القدم، كنت ضيفا عزيزا وايضا الدكتور عدي الربائي عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة. نتمنى إن شاء الله ديربي جميل بين الناديين. شكرا لكم.